His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من تشمين الشامل لويتشر 3 ويلد هانت على قناتكم ويتشر خاصة بالألعاب الفيديو. تلاحظون أنني أتواجد في المكان الذي وجدنا به واحدة من الرسوم التوضيحية أو واحد من الرسوم التوضيحية الخاصة بمدرسة الويتشر للقب أو السنورية. واليوم قررت أننا يجب أن نقوم بتأدية المهمة المتواجدة هنا التي تحتاج فقط المستوى التاسع. أردت أن أقوم بها أولا ثم بعد ذلك نقوم بمهمة أظن أنكم نسيتم ربما تواجدها. هي مهمة من المستوى 24 وتسمى تدريب عملي في الكيمياء المتقدمة، والهدف بطبيعة الحال من القيام بها هو أن نستطيع الوصول إلى إنهاء مهمة يعني أسلوب لعب سكيليك، لأننا لا نستطيع القيام بإنهاء هذه المهمة لأن ذلك الشخص الأخير غريمست لا يمكن التفاعل معه إلا إذا أنهيت المهمة ذات المستوى 24 تدريب عملي في الكيمياء المتقدمة. وبالتالي لإتمام وقت الحلقة قررت أن نقوم بهذه المهمة البسيطة على ما أعتقد. أتمنى أن لا تأخذ وقت كثير جدا، لا يكون بها الكثير من الذهاب والإياب والبحث والقتال من أجل شيء، أتمنى ذلك صراحة. إذا دعونا نحاول أن نحصل على العديد من المعلومات بخصوص القصر المتهالك. أين ذلك؟ دعونا نبحث في الخريطة أين يتواجد هذا المكان الذي يجب أن نبحث به. لاحظوا معي أنني انتقلت إلى هنا اعتقادا مني أنني يجب أن أبحث هنا، فإذا بالمهمة سوف تعيدنا ربما إلى نوفيغراد، بالفعل إلى نوفيغراد من أجل القيام بعملية البحث. إذا دعونا ننتقل إلى هناك الآن. من حسن حظنا أنه المكان المرجو هو مكان قريب جدا من نقطة الانتقال السريع، لذلك دعونا ننتقل إلى هناك. لاحظوا معي المكان قريب بالفعل وذلك جيد صراحة. إذا ننتقل إلى هناك ونرى ما الذي سوف نحصل عليه يعني كمعلومات. كما قلت أتمنى ألا تأخذ منا وقت كثير جدا حتى نستطيع إنهاء بشكل سريع، ثم نذهب إلى سكيليجا من جديد ونحاول إنهاء المهمة الخاصة بهذا الكيميائي المرموق، لأننا نريد أن نلعبه الجوينت ونريد إنهاء تلك المهمة. على الأقل نقوم بتحضير الأمر للحلقة الخاصة بالجوينت يعني التي سوف تكون 115. إذا دعونا نذهب إلى حيث تتواجد المعلومات. أوكي، المدينة تبدو هادئة في بعض الأحيان كما قلت، قد تسقط يعني في مواجهات غير متوقعة يعني مع بعض المهام بين الفينة والأخرى، يعني تجد بعض فرسان المعبد أو عفوا ليس فرسان المعبد ولكن حراس المعبد يقومون يعني بمهاجمة بعض الأبرياء أو شيء من هذا القبيل. أوكي، ربما يجب أن ندخل إلى هذا المكان هنا يعني ونتحدث إلى هذا الشخص. Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here is a collection of wonders that belong to the mage Irimas. A once in a lifetime opportunity. How do you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Irimas's will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. Okay. إذا يمكن أن نلعبه الجوينت ويمكن أن نقوم بالسؤال عن المهمة. أخبرني عن فارو. دعوا لعب الجوينت إلى وقت لاحق. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Aramis live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. أوكي شباب، إذا أظن أن يجب أن نقتني جميع أشياء هنا، الأشياء التي تظهر عليها علامة تعجب باللون الأصفر. تمثال صغري تمثال صغير لسحلية. أوكي لست أدري ما هي الكلمة التي كانت تريد الخروج من فمي.
أوكي، ماذا لدينا هنا؟ تمثال صغير من حجر اليشب الكريم. أوكي، ماذا لدينا كذلك؟ نبيذ عتيق من توسانيت. أوكي، الحالات الغريبة للفاضلة فيجا. أوكي، بما أنها ضروري لإتمام المهمة دعونا نقوم باقتنائها جميعها أو جميعها، ونحاول الآن الاتجاه إلى... أوكي، إذن يمتلك هو كذلك مشروب التنقية، تذكروا ذلك يا شباب، يمتلك مشروب التنقية. مشروب التنقية للتذكير هو مشروب عندما تقوم باستعماله، ما الذي سوف يحصل؟ جميع نقاط المهارة التي قمت بصرفها من أجل يعني اقتناء المهارات الخاصة بجيرالت سوف تستعيدها وتستطيع بناء شجرة المهارات من جديد. يعني لو لاحظت أنك قمت بخطأ معين، الحل هو هذا المشروب هنا، هو يعني باهظ الثمن بعض الشيء، 1000 قطعة، لكنه مفيد جدا، يعني تستطيع إعادة بناء مهارات جيرالت من جديد، وبالتالي تصحيح بعض الأخطاء ربما التي يعني اقترفتها وأنت تقوم بتطوير ملكات جيرالت. إذن دعونا الآن نرى ما الذي سوف تمنحنا إياه هذه المقتنيات. Farewell. The statuette of a man wasn't carved but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Okay. إذن يجب أن نعود من جديد إلى نقطة الانتقال السريع، والآن يمكن أن نقوم بتفتيش الأطلال بحثا عن معلومات. Okay. نذهب إلى نقطة الانتقال السريع بشكل مباشر. ونحاول الانتقال إلى النقطة، يعني من حسن حظنا كما قلت أننا نمتلك نقاط انتقال سريعة قريبة من مكان يعني جريان المهمتين أو المهمة، عفوا ليس المهمتين. سوف نصل الآن بعد قليل ونبدأ عملية التحقق من الأشياء المتواجدة هناك. لاحظتم أنه في المرة الماضية رأينا يعني علامات على الأرضية. اوكي، فقط الرياح هنا لا وجود لشيء. اوكي، يجب ان اكون دائما حذرا، في بعض الاحيان قد تجد يعني بعض الوحوش تتربص في المكان. اوكي، اذا لدينا شيئين فقط للتحقق بخصوصهما، لدينا هذه العلامة السحرية على الارض. سمعتم جيرالت يتحدث وقال ان التمثال ليس منحوتا بشكل يعني كلاسيكي، وانما تم استعمال السحر ل إيجاده. إذا دعونا نختبر هذا الشيء هنا بالأسفل. House is completely destroyed, but the magic circle's intact. Looks to me like a locked portal. Wonder if I can open it using one of Aramis's items. Okay, ودعونا نقرأ الشيء المتواجد بالأعلى هنا. لاحظت في الحلقة الماضية أنه عبارة عن مخطوطة. ها هي. Interesting. آخر قيد في دفتر يومية الساحر إيراميس، ربما يحتوي معلومات عن الأوبجكت أو الشيء الذي يمكن من خلاله فتح نقطة الانتقال المتواجدة أو البورتال، الانتقال البعدي المتواجد في الأسفل. إذا دعونا نقوم بقراءته مهام أو عفوا قائمة المخزون ونذهب إلى هنا. فما كانت لتعمل والأضواء مضاءة، وكانت تستحي من النظر عند مرأة أحد الذكور، وكان أكبر ما يؤرق جاسبار هو أن الفاضلة فيجا لن تقبل أبدًا ومطلقًا مقابل أوكي. الجنس بالمجان، هذا هو عاهرة فاضلة. أوكي. يبدو مبدأ غريبا بعض الشيء. أوكي، دعونا نقرأ هذه المخطوطة هنا. فإنني أورث كنزي الأكثر قيمة لأي مغامر شجاع سوف يكون قادرا على العثور عليه. هل ستحفز هذه الجائزة الاستمرار في عملي والوقوف على أكتاف عمالقة تايرومانسي جوفري مونستر أونفيو وبولوني، وأخيرا وليس آخرا البارون الأزرق وإريك ستيلتون؟ أوكي، من هؤلاء لست أدري صراحة، هل هم عبارة عن تجار يعني تجار جبن؟ لست أدري. أوكي، لا توجد معلومة مهمة يعني بخصوص التمثال الذي سوف يكون يعني قادرا على فتح البوابة. أوكي، إذا دعونا ننزل لأسفل ونرى كيف سوف نستطيع فتح هذه البوابة. أظن أنه واحد من التمثالين على ما أعتقد، ليس الكتاب وليس... أوكي، يبدو أنه فجح.
بشكل أوتوماتيكي. ظننت أنني سوف أكون مضطرا للاختيار يا شباب. إذا دعونا نستعمل كوين هكذا وندخل. عموما المستوى التاسع لن يكلفنا كثيرا يعني. أوكي دعونا نستعمل حاسة أو عفوا ليس حاسة وإنما مشروب كات السحري هكذا. أوكي يا شباب مكان جميل جدا. أوكي يبدو أنه هنا حيث كان يقوم بتحضير الجبن الخاص به. يجب أن أستعمل حاسة الويتشر حتى أستدل يعني على مكان تواجد الأشياء المهمة. أوكي أوكي دعونا نقوم بإشعال الموقد أولا هكذا. الضوء الإضافي دائما مفيد بما أنه ساحر يعني ربما قد نواجه ربما يعني نوع من مثلا من الوحوش السحرية هنا. لذلك يجب أن نكون حذرين. أحاول النظر في كل مسار. هل توجد أشياء يعني يجب البحث بخصوصها؟ أوكي. Why did he make this cheese out of necker milk? Need to be careful. أوكي يبدو أنها سامة يا شباب. يمكن أن نقوم بحرقها كما تلاحظون. أظن أن ذلك سوف يسبب بعض الانفجارات هنا. وفقط سوف يذهب الغاز السام. يعني هي أشبه بمتاهة يعني يجب أن تحاول الابتعاد بها عن أماكن تواجد الغاز السام كما تلاحظون. ويعني بسرعة يقوم بإفقاد جيرالت يعني قدرته على التنفس. المرور من هنا ليس جيدا. بعض الوحوش بالأعلى. أظن أنه يجب أن أصعد من هنا. بالفعل ما الذي سوف أجده بالأعلى؟ Jesus, Lesimer will get a kick out of this when I tell him. Not sure this can get any worse. Okay. إذن يبدو أننا تجاوزنا هذا الامتحان. يبدو أنه امتحان. يعني عملية تجاوز متاهة الجبن السام. ونصل إلى السرداب الخاص بإيراميس. ربما قد نجد وحش معين هنا كما قلت. يعني وحش سحري. الأمر يذكرني بمهام كيراميدز يا شباب. بوابة أخرى وننطلق. إلى أين سوف نصل يا ترى؟ جد طريقة لتعبر بها الحجرة الغارقة. أوكي. نفس المكان تقريبا. دعونا ننزل أولا ونرى ما الذي سوف يحصل. أوكي ما الذي يمكن أن نقوم به هنا؟ أوكي يمكن أن نستعمل يعني مشعل يدوي. يعني حاليا مشروب كات يفي بالغرض. تبقت به يعني حوالي 3 دقائق. كيف يجب أن نصل إلى هناك؟ أقوم أولا باستعمال حاسة الويتشر. ربما قد أرى بعض الصناديق يعني الغارقة هنا في المجرى المائي. من هنا لا تظهر أي صناديق. أوكي يظهر بالفعل صندوق هناك يا شباب. وربما صندوق هنا أم لا؟
لا يظهر هنا. أوكي إذن يا شباب سوف أحاول أن أذهب يعني فقط بسباحة سطحية إلى الجانب الآخر، وحاول أن أصعد أولا لأخذ الصندوق، بعد ذلك أستعمل ربما مشروب الحوت القاتل لكي أستطيع يعني الغوص لفترة أطول. ربما سوف يكون من المفروض علينا تجاوز منطقة يعني طويلة جدا تحت الماء. هي فقط حجر روني. سامي الحاسس الويتشر من جديد. لا يوجد شيء بالأسفل يا شباب. أوكي مكان جاف صراحة. أتمنى أن يكون ما سنجده يعني في الغرفة العجيبة يكون يعني يستحق يعني العناء والوقت الذي نضيعه من أجله يعني شباب. أوكي دعونا ندخل بشكل سريع إلى قائمة المخزون ونحاول استعمال يعني مشروب الحوت القاتل هنا. الحوت القاتل أوركا هكذا. سوف يستمر لخمسة دقائق. أوكي المرور من هنا ليس ممكنا على ما يبدو. هل يمكن مثلا الانتقال بشكل من الأشكال إلى الجانب الآخر؟ أوكي يبدو أنني فقط استعملت المشروب دون فائدة. لماذا لم أقفز؟ أوكي شوف. I shared this discovery with Lambert. Foglets are immune to the smell of old cheese. Time to end this. أوكي. مجموعة من الفوغلت. هل هو واحد أم اثنان؟ أوكي. لاحظوا معي قوة السيف يا شباب. إذن الفوغلت هو دائما مقاوم أو بالعكس هو محب للضباب، يعني كل ما كانت هناك مكان ضبابي أو مكان به الكثير من الغازات سوف تجد أن الفوغلت يتواجد هناك. أحصل على الغنيمة. ملاحظات الساحر إيراميس. أوكي أخذنا جميع الأشياء المتواجدة هنا. لازالت هناك أشياء أخرى يجب أن أقوم بالحصول عليها. Need to use the app. Okay. أظن أن هذا هو الكنز الحقيقي يا شباب. Okay. أوكي يبدو أنه لم يتبقى أي شيء هنا. بعض الجبنة هنا وهناك. إذن الشباب يبدو أنه كان محب بشكل رهيب للجبنة صراحة. إذن أتفقد أخيرا ما يتواجد في الخزانتين وبعد ذلك ننتقل إلى الخارج. أوكي لا توجد أشياء مهمة جدا. إذن يا شباب المهمة لن تكون مفيدة كثيرا يعني في هذا المستوى، يعني مستوى متقدم جدا لن تمنحك أشياء مفيدة جدا. أوكي دعونا نخرج. أوكي ما الذي قمت به؟ يبدو أننا لازلنا لم نقوم باكتشاف جميع الأشياء يعني. أظن أنني أغفلت شيئا ما. لاحظوا معي العلامة التي تظهر هناك. أوكي يجب أن أقوم بالتسلق من جديد من هذا المكان. دائما أنسى أن أقوم بالقفز هنا.
أوكي دعونا نرى ما هو الشيء الذي نسيت أن أقوم به الحصول عليه. ربما يجب أن أدخل فقط من الباب وأحاول أن أرى ما الذي سوف أجده. Some kind of vault. I should look around. أوكي لماذا يا شباب في المرة الأولى يعني سقطت في ذلك المكان؟ صراحة لست أدري صراحة. أوكي سوف أعيد استعمال يعني المشروب الخاص بكات السحري. أريد أن أحصل على رؤية جيدة. هكذا. Magic barrier still active. Gotta find a way to turn it off. أوكي ربما يجب أن أقوم بتدمير هاته هنا. Deactivated the barrier. أوكي يبدو أن الأمر كان يعني ناجحا. تمثال صغير لثعبان. If this sword is as deadly as Aramus's cheeses, it's worth taking. Maybe I'll name it the Emmentaler. Okay. إذن يبدو أن هذا هو الكنز النهائي. هذا السيف الخاص ب السيف الخاص بإيراميس والذي كما لاحظتم أسماه جيرالت السيف قاطع الجبن. أوكي هل توجد أشياء جميلة هنا يمكن أخذها؟ حاسة الويتشر ونحاول البحث. أوكي ماذا لدينا هنا؟ لا توجد صناديق إضافية. أوكي إذن العلامة التي تظهر بذلك الشكل هي عبارة عن أوكي يمكن أن نجد أشياء هنا ربما. أظن ربما أن هذه كانت سوف تؤدي كذلك إلى إيقاف ذلك الحاجز. أظن ذلك. دعونا نحاول استعمال إيجني. لا نتائج. أوكي لم يتبقى شيء. إذن دعونا نخرج من هنا يا شباب. أوكي. Fresh air, finally. أين نتواجد الآن؟ دعونا أولا نزيل مفعول مشروب كات السحري بشكل سريع. هكذا. ونرى أين تتواجد هذه النقطة. أوكي تتواجد في نفس المكان. جيد جدا. إذن الآن يا شباب سوف نلتقي عند المهمة الخاصة بذلك الشخص الذي يجب أن نلعبه الجوينت في وقت لاحق. سوف نتجه إلى سكيليجا بشكل سريع جدا بالرغم من أن ضيعنا بعض الوقت في هذه المهمة، لكن سوف نحاول تتميم المهمة الأخرى كذلك في هذه الحلقة. نلتقي بعد قليل يا شباب. أوكي يا شباب إذن أنا في سكيليجا الآن عند شجرة البلوط المقدسة حيث يتواجد هذا الكاهن الذي يجب أن أتحدث إليه من أجل الحصول على المهمة يعني وتتميمها وبالتالي الحصول على فرصة للعب الجوينت معه التغلب عليه وإتمام المهمة الأخرى الخاصة بأسلوب سكيليجا في لعب الجوينت. بالمناسبة المهمة السابقة اسمها هو عن الجبن والظلام، والجبن ليس بمعنى الخوف كما اعتقدت في البداية ولكن بمعنى الجبن الذي يؤكل. إذن دعونا نتحدث إليه. يبدو أنه يتواجد هنا. Yes. What do you seek? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? One of our circle. Grimmest. An exceptional alchemist. But a stubborn main ass. Well, been around sorceresses my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Grimmest. So many formula in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins, but he'd rather take them to the grave than share. Maybe he'll make an exception. Share them with me. As likely as mistletoe sprouting from right here.
أوكي، تدريب عملي في الكيمياء المتقدمة. يبدو أنه عنيد جدا ولا يريد أن يعلم الأسرار التي يمتلكها لأحد أو المعرفة التي يمتلكها لأحد. ربما هو يخاف من إساءة استعمال تلك المعارف الخطيرة التي يمتلكها. دعونا نتحدث إليه ونرى ما الذي سوف يحصل. هو يتواجد هنا. Grimmest. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. You seem a nice enough guy. Well, I'm not. A plan never to be. I became a druid to avoid others. To not have to deal with them. Not to smile when I don't wish to. To feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight. Before something, I know not what, deprives you of yours. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spikarog with you? I'm serious. That's so. Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply portray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Though I am preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require three favors. Do them for me, and I shall accept you as my apprentice. Well, well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan Forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Frithjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Pimpernel. Far as I know, it's got no use in alchemy apart from... Would you teach your grandmother to suck eggs? It's not any pimpernel, but the one that grows in the Muskogan Forest. And if the rumors are true, a creature jealously guards all the herbs growing there. Forest creature jealously guarding some secrets? Sounds familiar. Spirit. Why do you need that? As you must know, potential apprentice, alcohol is the base for all potions. Superior alcohol means a higher quality potion. This spirit has no equal. Its strength, its flavor. Unfortunately, the distillery atop Hale Hill has fallen into disrepair. We've lacked a source ever since. But you'll manage somehow, won't you? You're so confident. This Frithjof, who is he? A Vedermaker, huh? You don't know the word, do you? And I pledge to make you my apprentice. A Vedermaker is a druid who can manipulate the weather. Stop a storm, cause hail, make lightning turn your enemy to ash. I advise to address him with the utmost respect, if you value your life. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change my mind. أوكي يا شباب، يبدو أنها سوف تكون مهمة طويلة ومتعبة في نهاية المطاف، ولذلك فهي تحمل المستوى 24. وأظن أننا ربما سوف نواجه وحش قوي بها.
يحمي غابة ربما قد يكون يعني وحش ليكن أو ليشن، أظن ذلك يعني انتقوها كما شئتم، ليشن أو ليكن. إذن دعونا نلتقي بعد قليل يا شباب عندما أصل إلى الهدف الأول من الأهداف الثلاثة. سوف أحاول اختيار واحد من الأهداف وننتقل لكي نقوم بتأديته. نلتقي بعد قليل يا شباب. إذن يا شباب، أول نقطة هي نقطة قريبة ويبدو أنها لا توجد بها مشاكل كبيرة، وهي النقطة التي من خلالها سوف نحاول أن نتحدث إلى الساحر الآخر القوي جدا والذي يتحكم في الطقس، وهو يتواجد هنا يعني في هذه القرية. دعوني أريكم القرية. يتواجد في هذه القرية، قرية بلاندير كما تلاحظون، ويبدو أنه يقطن هنا. سوف نحاول أن نرى ما الذي يقوم به. أظن أنه ربما قد يكلفنا بمهمة وسط مهمة، أظن ذلك. يبدو الأمر يعني ممكن بشكل كبير جدا، لأن الكيميائي الآخر تحدث عن أنه مشغول بأمر مهم، وبالتالي ربما لإقناعه ربما نحتاج أن نقوم بمهمة من أجله حتى نقنعه بأن يساعد الكيميائي الآخر. You Frithjof? That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant, sometimes even by my name, Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Grimmest wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him. For old time's sake, but I've more important matters on my mind. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass and pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain. But fear them. Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather is not one of them. I have in mind a different skill involving your soul. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. What do you say? Sure, I'll help. Provided you go see Grimmest afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Okay. يبدو أنه يمتلك هذا الدئب. أظن ذلك. ذئب جميل صراحة. أوكي، يجب أن نحميه. ما هي طبيعة هذه الوحوش التي سوف تظهر؟ لست أدري صراحة. أوكي، يبدو أنه سوف يقوم بتضحية بعض الأغنام هنا من أجل أن يقوم بالطقس الذي سوف يسقط المطر يعني. أوكي، اوكي، على ماذا سوف احصل؟ اوكي، فوقلت بطبيعة الحال. نتخلص من الاول هنا. اوكي، انتهى الوقت. بدأ المنبه يرن في الوقت المناسب، يعني يفقدني التركيز في المواجهة. اوكي، اين هو؟ قطعته مرة اخرى. اوكي، اخطأته في الوقت المناسب، يعني كان سوف يموت. اوكي، اين هو؟ ممتاز جدا.
اوكي وحاول استفادة من القدرات الهجومية بأفضل طريقة ممكنة. Not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Ah yes, unfortunately they always emerge. But perhaps that's for the best. For the best? Why? If manipulating the weather carried no risks, it'd not give me peace. Make it rain, make the sun shine. Some would want storms, others a sea calm as a pond frozen over. This way, folk petition me only when their need is great, not because they've had a whim. I get it. There are times I wish I didn't have to chase this Necker or that Drowner. Will you go see Gremist now? With pleasure. After a storm of those proportions, I shall gladly have it to help him with his ritual. Till then. Okay. الجزء الأول من المهمة نجحنا به. سوف أقوم بجمع الغنائم هنا التي تعبنا يعني في الحصول عليها بعض الشيء، وبعد ذلك أنتقل للجزء الثاني من المهمة، يعني نحصل على زهرة لابين المروج في الغابات مسترشدا بحواس الويتشر يعني، وسوف نضطر لمواجهة ربما وحش قوي يحرس تلك الغابات. إذا نلتقي بعد قليل يا شباب. أوكي يا شباب، أنا الآن تقريبا قريب من النقطة الخاصة بالحصول على النبات أو أوراق أو زهرة لبين المروج. سوف نحاول التوجه إلى هناك. لاحظوا معي الجو الجميل هنا في هذه الغابة الرائعة العذراء صراحة. أوكي، يبدو أنه كهف هنا. نحن لا نريد الكهف. سوف أضع أو أترك عفوا روتش هناك وأذهب لأعلى. لست أدري صراحة ما نوع الوحوش التي سوف أواجهها. أوكي، لا أثر لوحش هنا. أوكي، هذا الصوت ربما خاص بالنيكرز. سوف تظهر الآن. Someone picked the bloom recently. Another seeker of Pimpernel. Another? Gremist has sent countless young druids into the forest. They emerged drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. I've asked Gremist to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. What do you know about this forest? Not much. Funny, isn't it? A druid should know every tree, every bush. But even we know not to venture to some parts of the island. We can subdue animals, but not monsters. And the word is, one has made its lair here. A Leshen? An Axebrim? Sadly, I don't know. As I said, those who have entered do not speak of who or what they saw. Listen, you're looking for a druid, I'm looking for a flower. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Okay, Shabab. Flower. No petals. دعونا نبحث عن من يتسبب في المشاكل هنا. Prints, but a bipeds. Okay. وحش لديه حوافر. Okay, حافرين فقط. ماذا سوف يكون هذا الوحش يا شباب؟ بس أدري صراحة. دعونا نرى. Flower, no petals. أوكي، هل سيكون قادر على مواجهة الذئب؟ لماذا لا تستخرج سيفك؟ أوكي، جيرالت في بعض الأحيان يقوم ببعض الأشياء يعني، لا تدري لماذا. الطريق يستمر من هنا.
يبدو أنها الكثير من الذئاب يا شباب. خلص أولا من الذئاب التي تثير المشاكل. بعد ذلك أوكي قوية جدا يا شباب. الآن دعونا نستعمل إغني، سوف تكون مهمة جدا لمواجهتها. واو ضربة قوية جدا صراحة. في بعض الأحيان أحب فقط أن أشاهد مثل هذه الضربات، تجعلك تحس بالحماسة. أوكي لم تكن تسديدة جيدة. ممتاز جدا. الآن لدينا ذئب هنا. هل خفت؟ ذئب آخر في الأعلى، سأحاول التخلص منه كذلك. أوكي هناك ذئاب أخرى. أوكي يبدو أن هناك ذئب آخر. أين هو؟ اوكي تخلصنا من جميع الذئاب. كانت مواجهات حماسية يا شباب. بعض الغنائم هنا بالرغم من ان الامر سوف يجعلني افقد بعض الوقت. اوكي ها نحن أخذنا جميع الغنائم التي سقطت هنا. دعونا الآن نعود للطريق من جديد. There were flowers here as well, but they've been picked, every last one. إذن الطريق يتجه نحو الأعلى، نحو القمة، قمة الجبل. Footprints, some fresh, others faded, all leading in the same direction. أوكي يبدو أنها ربما أقدام الساحر أو الكيميائي التلميذ الذي جاء للبحث كذلك عن النباتات. Unhand him, hellish creature. Ramond, step away from her. Ah, calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. Nonsense. I need no spell. These boys come here themselves. In fact, I must use magic to drive them away, make them go home. Only Ramond was nice, so I let him stay. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster. I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return. With one who does not carry a sword for show. Why did you take my side? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Tell me why not? Is it the scars? I detest when a man smells of blood. You witches always reek of it. Fiend blood. Chort blood, and these are my brethren.
You're right. But unlike fiends and chorts, you... have ample breasts and a pretty face. I know. Their lack of these attributes, is that what makes them easy to kill? It's a bit more complicated than that. But never mind. No means no, I get it. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Ramund, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? No. Indigo is indigo. Men. أوكي. إذا صراحة في الوقت الذي رأيت فيه القوائم يعني بذلك الشكل ظننت أنها بالفعل وحش سوكوبوس، لكن لوهلة قلت ربما قد يكون وحش آخر يمتلك قوائم بذلك الشكل أيضا مثل العفاريت، لذلك كنت متوجسا ولم أريد يعني الحكم بشكل سريع، لكن في النهاية ظهر أنها سوكوبوس. إذن يبدو أنها سوف تدلنا على مكان تواجد النبات، وهذا سوف يكون جيدا لإتمام المهمة. Pretty, don't you think? Bell flowers, violets, king cups, pimpernels. I must pick some edelweiss. Take one, but no more. I've put a lot of work into making this cavern cozy. Okay, أين هي؟ لماذا تصرخين؟ أنا لم أفعل أي شيء. أوكي، جيد جدا. إذا يبدو أنها محبة للظهور ولا تقوم باختلاق المشاكل، ويبدو أن المتدربين يحبون أن يبقوا بجانبها، لكنهم ليسوا لطيفين مثل هذا المتدرب الأخير الذي احتفظت به، بينما المتدربون الآخرون كانت دائما تحاول إلقاء التعاويد السحرية عليهم من أجل صرفهم يعني وجعلهم يعودون، وبطبيعة الحال لأنها تلقي عليهم تعاويذ سحرية فهم لا يتذكرون ما الذي حصل، وهذا يعني يفسر الغموض بخصوص المتدربين الذين يرسلهم الكيميائي الخبير إلى هنا من أجل جلب أزهار هذه النبتة ولا يستطيعون الحصول عليها ويعودون خاوي الوفاض بعد فترة من فقدانهم. إذن دعونا نقوم الآن بالانتقال إلى مكان تواجد يعني مصنع التقطير من أجل الحصول على زجاجة الكحول التي نحتاجها لإتمام لكي يتم الكيميائي طقوسه. إذن نلتقي بعد قليل يا شباب، أو دعونا أولا نقوم برؤية أين تتواجد، ربما قد نتجه إلى هناك على أقدامنا. خريطة العالم ونرى. أوكي، يجب أن ألتف عبر سفح الجبل وأذهب إلى هنا، أظن أن المكان ربما قريب. بالفعل يا شباب تتواجد وحوش هنا. ما هي؟ أوكي، عبارة عن غيلان، وربما قد نجد كذلك غيلان مفترسة. أظن أنها ربما غيلان مفترسة، بالفعل غيلان مفترسة. أوكي، هكذا وهكذا، وقنبلة النجم الراقص. ما الذي قمت به؟ أوكي، لم أصبها بشكل جيد. يعني إصابته بشكل مباشر ليست جيدة صراحة، تتسبب دائما في إفقادك التوازن. تلاحظون؟ لكن تخلصنا منها. اوكي، غول مفترس آخر. اوكي، أظن أنه أفضل طريقة للتعامل معه يجب أن أستعمل ربما أكسي لكي أقوم بتلطيفه هكذا.
لاحظوا معي وبعد ذلك أقوم بمهاجمته. أظن أنني يجب أن أبدأ باستعمال هذا الأمر، يعني خطرت على بالي هذه الفكرة الآن. تذكرت أنني قرأتها سابقا يعني في إحدى المخطوطات الخاصة بالوحوش. أوكي، هناك وحش قريب يعني أسمع صوته، يبدو أنه وحش كبير ربما عملاق أو ترول. تسمعون تنهيداته؟ أوكي، ينتهي الوقت الإضافي الخاص بإتمام المهمة. هل سوف نجده هنا؟ معمل التقطير، يبدو أنه فقط المدخل الخاص بمعمل التقطير. الديميريتشيوم ربما قد نحتاجها إذا كان وحش بنيوي. أوكي، ربما أحافظ على علامة كوين. بالفعل يا شباب عملاق ثلج. أوكي، لن تكون يعني أوكي. أوكي، يبدو أنه سايكلوب وليس عملاق ثلج. يتشابهون كثيرا في الشكل ويختلفون فقط في العين الوحيدة. أوكي، هو يعود من جديد. واو، اهدأ. أوكي، هكذا كن طفلا هادئا. أوكي، جيد جدا. الآن نبحث عن مكان تواجد القنينة، يبدو أنها تتواجد هنا. بعض الغنائم، سجل العامل التقطير. أوكي، نحصل على جميع الغنائم. وأين هي القنينة؟ Distilling recipes. Parchment's a little faded, but legible. Okay, يجب أن أقرأه لكي نحصل على مكان ربما تواجد القنينة. أوكي، سوف نحاول الآن العثور على بعض المسحوق الخاص يعني ب أوكي، أظن أنه يجب أن نبحث هنا. اوكي، مخطوطة قنبلة النجم الراقص هنا جيدة. لكن هذه الأشياء لا أظن أنها مفيدة للمهمة. اوكي، ها هو المسحوق يا شباب، ها هو. هذا هو هريس أو هريس. إذن الآن سوف نكون قادرين على ربما صناعة الشراب يا شباب. أوكي يا شباب، الآن قمت بعملية حفظ سريعة حتى لا أضيع يعني المسحوق الثمين إذا قمت بأي خطأ يعني أثناء العملية. إذن دعونا نقوم بوضع المسحوق. أوكي، الآن نشعل النار.
هكذا. والآن نستعمل النصائح التي تقول أنه يجب أن نبدأ باليمين ثم اليسار. هكذا ثم هكذا. اوكي أين يجب أن أذهب الآن؟ ربما يجب أن أصعد لأعلى. أين يجب أن أحصل على الشراب النهائي؟ لست أدري صراحة. أوكي، إذن يبدو أنه في نهاية المطاف حصلنا عليه، يعني بهذه عملية تحريك متعددة للقبضتين. أظن أنه كان يجب تحريك القبضتين بشكل سريع. إذن نحصل أخيرا على مشروب روحي من سكيليغا. والآن نعود إلى غريمست، يعني بعد عناء كبير صراحة نعود إلى غريمست. إلى حدود الساعة حصلنا على حوالي 240 نقطة خبرة، وهذا أمر جيد صراحة. تستحق عموما المهمة، تستحق العناء لأنه يبدو أنها توفر الكثير من نقاط التجربة. إذن سوف نحاول التحرك إلى هناك بشكل سريع باستعمال نقطة الانتقال السريع هنا، ونرى كيف سوف تنتهي المهمة يا شباب. أين هو الساحر أو الكيميائي يتواجد هنا؟ إذن ننتقل بشكل سريع ونرى كيف سوف تنتهي المهمة. أتمنى أن لا نجد يعني تعقيدات إضافية حتى لا تطول الحلقة كثيرا أكثر مما هي طويلة الآن. على الأقل نظل في حدود الساعة في نهاية الحلقة. أوكي، دعونا ننزل ونرى ما الذي سوف يحصل الآن. أوكي، يبدو أنه دخل إلى معمله هنا. Did everything you asked. Phenomenal, my boy. So, Fritjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. The ritual is only for members of the Inner Circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage, come on. Will you finally tell me what the ritual's about? Nay, nay. No one likes a meddler. Suffice to say, it's a burning matter now. Shit! أوكي، ننتظر حتى اليوم الموالي. أوكي، دعونا نقوم بالأمر. ونزيد ساعتين حتى نكمل 24 ساعة. نرى ما الذي حصل. We must have another. That's good stuff. Aye, that's the best from Moss Gordon. And spirit from Hail Hell. Good times, Fritjof. Good times. Finally, something other than damn potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Good. I thought I told you to stay outside. Only druids in the Inner Circle. Sharkle Smirkle, let the boy have some fun. He's earned it. Fine. Pour yourselves on. Geralt, let the lessons begin. Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah, yeah. I call it stimulation and assimilation. First you stimulate, and then you assimilate. Shut down. Let's start with ingested toxins. Best approach, practice makes perfect. Mm-hmm. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method easier. Look, you take the potion like this, and gulp.
Who said old age is a burden? اوكي. يبدو ان جيرالت يحس بالدوار. حصلنا على مجموعة من الجوائز هنا، ويبدو ان القيمة النهائية لنقاط التجربة هي حوالي 320، لاننا حصلنا على 80 نقطة تجربة 4 مرات. اوكي، اذا انتهت المهمة، لكننا لازلنا نحس بدوار الشراب الذي احتساه جيرالت. اوكي، اذا انهينا المهمة على ما يبدو، وهذا امر جيد، وبالتالي فسوف نكون مستقبلا قادرين على ملاعبة جريمسيت. اذا دعونا نتحدث اليه ونرى ما هي الامكانيات المتوفرة. اوكي، بالفعل لديه نلعب الكوينت ولديه امكانية الشراء. دعونا نرى ما الذي يتوفر عليه يعني في القائمة قبل ان نقوم بانهاء الحلقة. اوكي، يتوفر على مجموعة من الرسوم التوضيحية، اتمنى انها خاصة بالمشروبات. اوكي، خاصة بالاحجار الرونية هناك، بينما هنا اوكي جيد جدا. اظن انني سوف احاول اقتناء جميع هذه المخطوطات او الرسوم التوضيحية الخاصة بالمشروبات، لانها سوف تكون مفيدة جدا أثناء قيامنا بالمواجهات القوية مع الوحوش. لذلك سوف أقوم باقتنائها يا شباب. إذا أظن يا شباب أننا الآن نصل إلى نهاية الحلقة. أتمنى الحلقة كانت جميلة جدا، كان بالكثير من العمل خصوصا في هذه المهمة يعني النهائية، ويعني الجائزة كانت على ما أعتقد أنها كانت عادلة، 320 نقطة تجربة. جميل، الأمر جميل جدا، وبالتالي سوف نحاول على ما أعتقد في الحلقة القادمة. لست متأكدا صراحة ما الذي سوف نحاول القيام به. ربما قد نفكر في العودة للمهام الأساسية، أو ربما ننتظر إلى ما بعد الحلقة 15، يعني بعد 100، يعني 115، حيث سوف نلعب الكوينت وبعد ذلك نبدأ المهام الأساسية، نعود إلى أوما. لست متأكدا صراحة، دعوني أفكر يعني في الوقت الفاصل ما بين هذه الحلقة والحلقة المقبلة. إذا أتمنى أنكم استمتعتم بهذه الحلقة، أن الحلقة كانت مفيدة لتسهل عليكم عملية يعني تجاوز هذه المهام التي قمنا بها اليوم، وكانت ممتعة بالنسبة للأشخاص الذين لن يستطيعوا يعني لعب اللعبة والاستمتاع بها. إذا في أمان الله، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.